بعض مناصري المترشح للعيد محمد المبارك في ولاية نواكشوط الجنوبية. اختاروا هذه الساحة الواقعة بمقاطعة عرفات لتنظيم ثاني تجمع انتخابي لهم بنواكشوط منذ انطلاق الحملة. الجدران المحيطة بهذه الساحة علقت عليها اللافتات والصور المكبرة للمترشح العيد محمد المبارك، بينما قدمت فرق مسرحية وفنية عروضا تحسيسية ومضات دعائية ضمن رسائل استخدمت الواقعة والرمز لتعليم الناخبين كيفية التصويت للمترشح قبل أن تبدأ الفعاليات الرسمية مع دخول المترشح العيد الساحة واعتلاء المنصة على إيقاع أنغام النشيد الوطني. طواقم ونشطاء حملة المترشح تناوبوا على الدفاع عن خيارهم الذي قالوا إنهم تبنوه حفاظا على وحدة البلد وخلاصا له من الفساد وتداعياته حسب تعبير هؤلاء. ودون الخروج عن هذه النغمة قال المترشح العيد محمد المبارك إنه قرر خوض غمار هذه الانتخابات محاطا ومعتمدا على قوى ومرجعيات سياسية وحقوقية لديها أقدام راسخة في النضال، داعيا المواطنين إلى انتخابه لضمان موريتانيا موحدة آمنة ومستقرة ومزدهرة وفق تعبيره. نحن هم المؤتمنين على موريتانيا باللي ما نضربوها، ونقول عنا نحن هم المؤتمنين على أمن موريتانيا، ونحن هم اللي ضد العنف في موريتانيا، ونحن هم اللي لاين نحبوا موريتانيا ما كانت تنكب مياه لا رقاج، وكلها لا يجبر حقه بين موريتانيا دافعت عنهم، ونتشرف اللي دافعت عنهم كاملين، ما دافعت عن لون منهم ولا دافعت عن ولايه منهم ولا دافعت عن عمارهم، دافعت عن موريتانيا كاملين. واليوم من تقدمت للرئاسه قالوا لي الموريتاني كاملين عنهم دايرين في الثقه، شاكر الموريتاني لهذه الثقه، ولين نحكم موريتاني دور تسوب على موريتاني قبل الرئيس المناسب. خلال حديثه امام انصاره تطرق المترشح العيد محمد المبارك للعديد من الملفات والقضايا منددا بما اسماها دعوات العنف، ومقدما نفسه كمترشح جامع لكل الموريتانيين على حد وصفه.